معاكم حمزة تقي من شركة نولج للاستشارات، واحنا اليوم كنا في مركز ابن الهيثم للتدريب، واليوم لقائنا في محاضرة المهارات القيادية، وتكلمنا عن النظريات القيادة من أول ما بدأت إلى يومنا الحالي، وكان الحضور وايد مشوق وكان في مناقشة جميلة ورائعة، وأنا الصراحة استمتعت مع الحضور في وجودي في ابن الهيثم. كريسماس يوم ربما يجمعون، فشافوا إن عندهم مشكلة. فطبعاً لك في شغلات خاصة إن يعني ثقة القيادة فيني كإدارة أعطتني، لأن البنات اللي يحبهم لما تخرجوا ما كان في قيادة، كانوا ملازمين يعني. فتدري تو الناس التدرب صحوان يدرون في كعسكري، فعلشان أوريهم خاصة نوعية شغلنا إن القيادة شلون تكون قريبة وتكون المثل الأعلى في العطاء، وإن مفهوم إني طبق ثم ناقش أو ناقش ثم طبق هذا كان غير، الحين غير، خلينا نكون يعني فريق عمل متكامل. فكان أحد الشغلات اللي أنا مو ملزومة فيها بس حبيت أوصلها للقيادة القادمة منهم، يكون عندنا يوم الحز أو عندنا يوم مسار مثلاً، الله لا يعيبها إن شاء الله ويحفظ الديرة، أمطار مسار إنكول، أعطيت إنكول إن الكل يكون متواجد بمقر عمله. دكتور أنا كنت قبلهم معنا عموما سمعي ونمت معهم، ليش؟ عشان أوريهم أن القائد لازم يكون مع فريق عمله بكل الظروف، بكل الظروف لازم يفهم، والحمد لله شغلة كنت أعلمهم يعني. هذه أحد الشغلات. الشغلة الثانية، أنا عندي منهجية قلتها مستعد أن أنا الإنتاج عندي أكثر من الحضور، لكن تدري أننا مجزومين في قوانين ولوائح يعني. وثانيا انا الحين معاك، انا عندي الحمد لله ماني اقول اسسنا صف اول وثاني وثالث، انا الحين عندي مثلا العقدة والمقدمين بدوره لاني سبراني، ما لان ما عندنا طالبات، فقاعد استغل انا حاليا ماسك مسؤوليه المعهد نقيب، اعطيتها الثقه انها تاخذ دورها، واعطيتها الثقه انها ما تخاف، قلت لها اللي غلط هو اللي هذا يستخدمون يوم الان تراك قطار أو الجريهاوند باص، فياخذ وقت، ما الحين ثلاث أيام أربع أيام أسبوع، فياخذ وقت ثلاث ساعات أربع ساعات، ووقتها بالسبعينات إذا تذكرون مو كل واحد يجي بالطيارة، يعني إلا اللي يعني عنده فلوس وايد كذي، يعني أبوي كان يودينا للبام سيارة بالسبعينات، هديش عرب عوار السعودية ولا بعد سوريا وبعد ولبنان، مرة ودانا القاهرة بعد بالسيارة يعني. احنا لا نطير، ركبنا على الضابط على الاسكندريه، كلنا سياره يعني، ليش ما نطير؟ واتذكر اي واحد بالبيت، عمي انا شكو رايح للمطار، او خالتي رايح مسافره، زين كلنا رايحين المطار، ليش؟ لان كان المطار كشخه، وتشوف الطيارين وتشوف هذا وتشوف الطياره بعد اول، تشوف الطياره يخلوها وتشوف منها، فكان المطار بالنسبه لنا كان يعني طيران وايد كشخه وكان غالي، ما كان رخيص. بعدين هذا هالقرار هو اللي اسس اندستري كامله اسمها نورث ريلز ايرلاينز، مثل جزيره فلاي دبي وليلة ايركون في 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 اوروبا هالسوالف، سوى ويسترن ساوث ويست ايرلاين، وساوث ويست ايرلاين تقريبا بامريكا عندهم المنافسه شديده جدا جدا في الطيران، وايد طيارات راحت وايد طيارات اندمجت، بس ساوث ويست ايرلاين They remain profitable، كانوا منتجين ودائما يحققون أرباح. طبعا هو الشخص الأول اللي على حسب معلوماتي اللي قال My people come first. احنا عادة نعلم لما كنا بالبنك نقول Customer is always first، الأمين هو الرئيس، الأمين هو الملك، ولازم نحترم. هو قال لا، موظفيني أنا جدا مؤمن بموضوع الأمبثي، تفهم عقليات البشر، نفسيات البشر،
صحيح ان كثير من الاعمال مكتبيه اداريه تتعلق بالكلام، ولكن الموضوع يتعدى موضوع الكلام، هو في تفاعل، في تعامل مع البشر اللي حوالينا. ما هو من دور القائد، اتفق معك تماما انه يشتغل بيده، لانه يفترض انه ما وصل الى هذا المنصب الا هو اشتغل بيده وتدرج الى ان وصل. ولكن هو عارف البروسيس، عارف الطريقه اللي اتباعه قاعدين يشتغلون فيها. ولكن انا ما اتفق مع موضوع ان القياده فقط كلام. بس الطريقه اللي يسلمون فيها على بعض ان الناقل قاعد يسلم عليها من الغير مو مهم. مو مهم. اوكي؟ سوري ما يخالف. بلاي وذ مي. اوكي؟ انه مو مهم، فشلون يسلم على الناس خطوه مو مهم. فيمكن ما عندكم حركه، بس على الاقل اللي براك اللي يمك اللي يمينك نسلم على بعض. يلا بس دورك قاعد ياخذ دور صاحب السمو. صاحب السمو هو الوحيد الانسان اللي يوقف مكانه والناس تجي له تسلم عليه. المفروض احنا نتحرك واحنا نسلم على بعض، ها؟ النشاط. الان 30 ثانيه الثانيه. الناس اللي قاعد يشوفهم هذول احبابنا ومشتاقين لهم من زمان من زمان وتونا شفناهم. شلون نسلم؟ بنسلم هالطريقة على الله. جاهزين؟ صدق؟ يلا دوس. عشان احنا نتغير بهالطريقه. الهدف صح. شلون يعني نقول الهدف؟ يعني في البدايه يكون يعني سلام عام في النهايه. ما في هدف من التحيه. يس سير. احساس مقبول لكن كيف؟ ايزي يعني اتس ا ليرند يعني شيء تقدر تتعلمه وكل واحد يقدر يتعلمه. هذه يعني يقولون جينات وراثيه، لا طلعت ناس تتعلم. البحوث التجريبيه قالوا ان الرياضه هي حلقتها نظريات. قالوا ان الرياضه هي عمليه دائميه تتفاوت من حاله الى اخرى على الرغم من بعض الصفات قد تساعد وتعود في حال معينة، لا توجد مجموعة عالمية من الصفات التي من شأنها ضمان نجاح الفرد. وهذا اللي سقطت نظرية السمات، إنه ما في يعني set of مثلا لستة من السمات الشخصية إن أنا أركبها على أشخاص. سعادة وكيل وزارة الدفاع الدكتور الشيخ عبد الله مشعل الصباح، مدير مركز ابن الهيثم المهندس حمد الحمد، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني اليوم أني أكون ضيف معكم من خلال هذه الجلسة الحوارية التي يقيمها مركز ابن الهيثم من خلال المحاضرات التوعوية المجانية الشهرية. وسوف يكون معكم إن شاء الله بعد لحظات حبيبي وأخي المهندس حمزة تقي. عنوان هذه
الندوة اليوم المهارات القيادية. لا شك بأن المهارات القيادية تشكل جانباً مهماً في حياة جميع القياديين، وذلك لتمكين الأفراد من القيام بالإنجازات والقيام بكل ما هو مطلوب منهم. لكن على وجه الخصوص حتى نمكن الأفراد، في البداية علينا أن نمكن القادة. لذلك لتمكين القادة هنالك أهداف، هنالك إنجازات، هنالك محاور، هنالك مهارات، وخير من يقوم بتأدية هذه المهارات هو القائد الناجح. لذلك هل القيادة تأتي مع الإنسان بالفطرة أم أنها تكتسب؟ هذا ما سوف يشرحه لنا إن شاء الله المهندس حمزة تقي اللي يتفضل معنا من خلال هذه الجولة في برنامجنا لشهر ديسمبر بعنوان Leadership Skills، المهارات القيادية. فليتفضل مشكورا المهندس حمزة تقي. من خلال هذه المحاضرة وهي القيادة والمهارات القيادية التي تحدث بها الأستاذ الزميل المهندس حمزة تقي، نود أن نعرج بأن كل إنسان له لوحة، واللوحة عبارة عن قطع وكأنها قطع البازل الصغيرة. نحتاج أن نجمع في هذه القطع صور خاصة لنا: القيادة، الذات، الكاريزما الشخصية. أنا لم نشاهد اليوم الأستاذ حمزة تقي بصفته يعطي مهارات قيادية، بل شاهدته كمتحدث ناجح يستطيع أن يسيطر على هذه القاعة خلال أكثر من ساعة ونصف حتى يحافظ على هذا الرتم التعامل مع الجمهور. القيادي متحدث، قادر على إدارة الجلسة الحوارية، لديه الكثير من المهارات القيادية. لذلك علينا أن نفتح هذه المفاتيح للقادم من أيام حتى نكون قياديين. القيادة تبدأ من المنزل وتنتهي بالعمل. القيادي الصحيح في منزله يستطيع أن يقود سفينة هذه الحياة. شكرا جزيلا لكم، نوعدكم إن شاء الله في جلسات ومحاضرات أخرى ومع ملهمين مؤثرين قادمين إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.